من المغرب هو أسامة إد بوسعيد، نشاهده سويا على الشاشة. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي أسامة إد بوسعيد من المملكة المغربية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك تعلم ما وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. إنما يوخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. صدق الله العظيم. من المغرب أسامة إد بوسعيد، تعليقكم شيخنا على قراءته. الله يرضى عليك يا أسامة. أنا عندي مشاعر مختلطة، يعني طبعا أنا فرح بقراءتك لكن متألم أنك كان لازم تبعت أوضح من هذا التسجيل. هذا التسجيل لو انعرض علي ما كنت استبعدته من حيث الجودة. ما سمعته يا أخي قبل ما تبعته؟ مالك شايف التشويش اللي في الصوت؟ هذه مسابقة ما يرسل إليها إلا أحسن شيء. انتبهت؟ صوتك حسن وتلاوتك منضبطة وتجويدك رائع وما شاء الله نبرة صوتك عالية، لكن التسجيل فيه تشويشات وفي كذا. هل هو من الجهاز اللي عم تسجل منه من المايك؟ ما أدري، لكن المهم نحن نحكم بما يصل إلينا، فيعني يشفع لك جودة قراءتك. فقراءتك ممتازة وتجويدك جميل. عم تبالغ شوي بالمدود، يعني باعتبار ورش، يعني نغض الطرف عنها لأن ورش كان مدادا، مدادا يعني يمد مدا طويلا، لكنه كمان منضبط بمقدار 6 حركات ولا يزيد. على كل حال بارك الله فيك يا أسامة، وما عندي ملاحظات يعني تجويدية أو وقف ابتداء على تلاوتك. بارك الله فيك.